السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. مشاهدينا في البداية خلونا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. في سيدتي اليوم، أظافر الفقاعات، آخر صيحات عالم تجميل الأظافر، والمخاطر كثيرة. مواهب فتيات جدة تستعد للمنافسة في جامعة عفات. حنان الحديدي تروي لسيدتي علاقة العمل التطوعي بالترفيه. فين ناكل تجربة جديدة للبحث عن الأكلات اللذيذة، وسيدتي تناقش ارتباط الأكل بمزاج الإنسان. كيفية تحديد الميول المهنية في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس مستشارة التنمية الاقتصادية. مشاهدينا، بعد ما تابعتم معنا العناوين أحب أذكركم بالتواصل معنا من خلال حسابنا على الفيسبوك وأيضا حسابنا على تويتر الظاهر أمامكم على الشاشة. وفي حال فاتتكم أي فقرة من فقراتنا يمكنكم متابعتها على اليوتيوب. طبعا مشاهدينا، لكل محبي البسكويت والكيك، في دراسة يمكن نقدر نقول إنها غريبة شوي، تقول إن البسكويت والكيك يتسببان بتدمير الذاكرة. خلونا نتابع التقرير هذا ونرجع معكم. Imitate you, but they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. أكدت دراسة طبية قام بها مجموعة من الباحثين أن تناول البسكويت والكيك قد يدمران الذاكرة تماما، ويلعبان دورا في تقليب المزاج إلى الأسوأ والشعور بالضغط النفسي، ويعرضان الأشخاص للإصابة بالنسيان المتكرر. كشف العلماء القائمون على الدراسة أن البسكويت والكيك يحتويان على الأحماض الدهنية التي تساعد على فقدان الشعور بالراحة، وكما يحتويان على دهون معينة تعرف بالدهون التقابلية، وهي الأكثر ارتباطاً بسوء الذاكرة عند الرجال في منتصف العمر. فسر الباحثون أن تلك الأضرار ترجع إلى الدهون الموجودة داخل العديد من أنواع البسكويت والكيك والأطعمة الجاهزة، حيث يتم إضافتها لتحسين الملمس والمذاق وإطالة عمرها الافتراضي. وتبين من خلال الدراسة أن تناول الأشخاص للمأكولات ذات الأحماض الدهنية مثل كيك الكوكيز قد يفقدهم الشعور بالراحة والسيطرة على عواطفهم. معلومة صادمة ودراسة صادمة بالتأكيد لكل محبين البسكويت والكيك. مشاهدينا، خلونا نطلع فاصل قصير، من بعده فقرات سيدتي مستمرة معكم بكل تأكيد. في سيدتي بعد الفاصل، حنان الحديدي تروي لسيدتي علاقة العمل التطوعي بالترفيه. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة.
حياكم الله مشاهدينا في أولى فقراتنا اليوم من برنامجكم سيدتي. في ضيافتنا الآن فتاة سعودية قررت أن تتخذ من العمل التطوعي بوابة ترفيه وتعليم معا، حتى تمكنت من قيادة أكثر من فريق وتولت إدارة فعاليات عدة جميعها تعد صحية في مضمونها. ضيفتنا هي صاحبة تلك الصفات حنان الحديدي. يا أهلا وسهلا فيك حنان. أهلا فيك حبيبتي. يعني حنان، في البداية حابة أعرف ليش اخترتي العمل التطوعي، يعني وبعد أنت خليتي العمل التطوعي يمكن صحي نوعا ما. أوكي، أول شيء بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وحابة استضافتكم لي. بالنسبة لسؤالك، أنا مجال تخصص التمريض وهو من قلب العطاء، ومن تمريض حبيت صراحة أني أتطوع وأساعد الناس. طيب يعني أنت عمرك فعليا يمكن 24 سنة، حنان صغيرة لسه، لكن كم عمرك في التطوع؟ كم لك كم سنة يعني تقريبا في مجال التطوع الصحي؟ التطوع بدأت من زمان، وإن شاء الله بإذن الله السنة هذه بتكون السنة السادسة لي. طب كلميني حابة شوي عن أعمالك التطوعية، كيف بديتي؟ يعني التمريض يمكن كان دافع أساسي أنك تتطوعين في المجال الصحي، لكن مين شجعك ولا أنت من نفسك اللي كنت تحبين معطاء بذاتك؟ بالبداية اللي شجعاني أهلي وصديقاتي، أكيد التمريض هو السبب الرئيسي أني أحب التطوع. بالنسبة للتمريض والتطوع، أنا شاركت بعدة مجالات للتطوع، اللي هو التطوع بمجالات إنسانية، مجالات صحية، مجالات تثقيفية. ممتاز. طيب إيش هو هدفك الأساسي من التطوع؟ الهدف الأساسي من التطوع اللي هو التعرف على شخصية جديدة، توصيل الثقافة للمجتمع، تنمية المهارات، هذه أغلب يعني الأهداف الأساسية للتطوع. طب لوين حابة توصلين؟ أكيد نشر الثقافة لمجتمع صحي مثقف، والتوعية ونشر مفهوم التطوع بشكل عام للكل. طب إيش هو التطوع يعني بالنسبة لك حنان الحديدي؟ التطوع يعني التطوع. أنا حبيت التطوع من زمان، يعني لها أثر بالنفس. يعني أنا التطوع أثر بشخصيتي، زود الثقة بالنفس والرضا، يعني من غير الدعوات والابتسامة تكفيني من بعض الأشخاص، يعني أطفال لمشاركة فعاليات مع أطفال، فعاليات مع كبار، فكان لها مردود لي صراحة. يعني التطوع أكيد له مردود على الناس جميعا، يعني في العطاء دائما له بذرة حسنة وبذرة جيدة. لكن حنان أنت تخصصك تمريض، ويمكن لك مجالات ثقافية دخلتي فيها، لكن أنت وين تشوفين حنان بكرة بإذن الله؟ إن شاء الله أنا بإذن الله يعني بكون بإذن الله رائدة في مجال التطوع. وبالنسبة لتخصصي، حابة إن شاء الله بإذن الله إذا ربي كتب أكمل ماستر في الميديكال سيرجيكال، تمريض الجراح الباطني. بإذن الله الماستر راح يكون في التمريض الجراحي الباطني. أيوة. يعني الله يوفقك إن شاء الله حنان. لكن يمكن في ناس عندنا التطوع بالنسبة لها مظهر وليس يعني عطاء، أو ليس أخذ قبل لا يكون عطاء. إيش نظرتك في هذه الناس؟ في ناس كثير عندها مواهب وفعلا تخاف أنها تقدمها، لكن كنصيحة مني لهم، أبدا لا تتوتر البنت، بالعكس تبادر موهبتها وتقدم موهبتها وحب التطوع اللي فيها، بيرجع لها مردود سواء من ثواب الأجر من الله تعالى أو دعاء الناس، الابتسامة، وغير كذا تسقل مهاراتها، تنمي الموهبة عندها، الثقة بالنفس، رضا النفس. يمكن هذه النصيحة للي تخشى يعني أو تخاف تدخل في مجال التطوع. أكيد. لكن بالنسبة للناس اللي يمكن يتطوعون لكن يأخذون مقابل، يعني أو التطوع ليس الخيري اللي هو التطوع المعروف، يعني يبذل نوعا ما في غير أوجهه، إيش رأيك في هذه الناس حنان؟ أنا صراحة نظرت أن التطوع في ناس ما أخذته على مبدأين. التطوع هو أساسا يكون مجاني، يعني بدون انتظار مقابل، هذا الأساس. هذا الأساس. لكن الناس اللي تفكر أنها تتطوع عشان تأخذ مقابل، أبدا هذا ما اسمه التطوع، بالعكس هم حابين يعني يستفيدون بشطارتهم وموهبتهم، بس الأفضل أنهم يتطوعون لوجه الله تعالى. وأكيد ما في مجال تطوع، يعني من كذا شاركت يمكن 30 فعالية والحمد لله عندي شهادات كثير، إلا ما يرجع بالدعاء، بالثواب، بالشهادة، شهادة شكر وتقدير، بعض الهدايا الرمزية، يعني ما عمره يعني جت تطوع كذا. لكن يرفع معنويات دائم في الإنسان التطوع. أكيد. شاركتي بـ30 فعالية خاصة بالتطوع؟ أكثر من 30. طب حابة لو تكلميني عنهم، تكلميني يعني عن أميز الفعاليات اللي شاركتي فيها. شاركت أنا بفعاليات كثير، شاركت بمقهى شراكة تطوعي. كان هذا من أقدم الفعاليات لي اللي شاركت فيها، هو كان عبارة عن مقهى اللي هو قهوة وحلا مقابل تغريدة مفيدة أو معلومة نصية من كتاب.
فكرتها رائعة. كان جدا رائع وكان في إقبال شديد عليه من البنات. شاركت بإعطاء دورة إسعافات أولية للمدارس العالمية للأطفال. علمناهم كيف يعطون الإسعافات الأولية، كيف يستخدمون الأدوات. كمان شاركت بفعالية يوم التمريض الخليجي. يوم التمريض الخليجي أنا كنت مشرفة طبعا على برامج السوشيال ميديا اللي هي الإنستغرام وتويتر وسناب شات، غطيت الحدث وقتها. في كمان عندي شاركت بفعالية أنا ممرض، كان عندي كورنر عن قياس الضغط، أخذت قياسات الضغط وأعطيت المرضى نصائح توجيهية بمعدل الضغط لهم سواء إذا كان مرتفع أو منخفض وبروشورز. ممتاز، يعني شاركتي ما شاء الله فعاليات كثيرة. أكيد. طيب السوشيال ميديا لها دور في التطوع ودعم التطوع؟ أكيد. يعني فعاليات كثيرة اللي تصير والناس للأسف يعني جهلة عنها، بس لكن السوشيال ميديا تطور الوضع، يعني صارت كثير الناس تشوف الفعاليات تحب تتطوع، لما تشوف كيف ابتسامة الأشخاص الموجودين وقت التطوع، كيف روحهم المرحة، تعاونهم، العطاء، يعني أكيد في أشياء كثير تبين هذا الدور. طيب حنان، يعني كطالبة في التمريض إيش نصيحتك للطالبات خاصة عشان يدخلون مجال التطوع؟ يعني ويمكن مفروض يبدون يعني من بيئة المدرسة نفسها أو من بيئة الجامعة. نصيحتي للبنات أنهم يبادرون أكيد موهبتهم، وأبدا يستعدون أنهم يقدمون مجال التطوع سواء إذا كانت حابة تتطوع في مجالات كثير، تتطوع كأنها تصور الحدث أو تثقف المجتمع أو تعطي أو تساعد، يعني في كثير مجالات. فحلو أن المدارس يبدون يزرعون فيهم من لما الصغر، حتى في المدارس الحين صارت في فعاليات صغيرة ما بين الفصول يقدمون فيها سواء تثقيف زميلاتهم الطالبات أو توزيع هدايا على اللي أصغر منهم أو كثير. ممتاز. طيب يعني فكرة التطوع نوعا ما أنت دمجتيها بالتعليم، كيف التطوع صار عندك مع التعليم؟ أنا طبعا كان عندنا في كلية التمريض نادي تمريض ونادي الثقافة الاجتماعي. هذا النادي يعني كان عنده فعاليات وبكل مرة حسب جداولنا يعني يبلغون يعني في إعلان عن فعالية، فاللي حابة تتطوع تشارك بالفعالية. فهذا كان سبب أساسي، يعني لو ما كان في إعلانات يعني ما كان عرفت عن الفعاليات. صحيح. وهذا أكيد يعني في كثير من زميلاتي شاركوا بالفعاليات وفعاليات كثير يعني. ممتاز. طيب حنان، يعني عندي سؤال أخير. أنت إيش فكرتك يعني بإذن الله مستقبلا عن التطوع؟ حابة لوين يصل التطوع في مجتمعنا السعودي؟ أتمنى أن يصل إلى أبعد حد. يعني من جد التطوع يعني شيء يغير بالنفسية، مفهوم الحالة يعني يكفي. فحابة أن المجتمع أكيد يتثقف بالتطوع، يحب يتطوع، وفي كثير ناس فيهم خير ويحبون التطوع. فإن شاء الله بإذن الله راح يكون مجتمع رائد بالتطوع. وأكبر مثال لنا الأستاذ أحمد الشقير، يعني كان يعطي دروس بالتطوع والعطاء. أكيد إحنا مجتمعنا السعودي يعني مجتمع معطاء. حنان الحديدي شكرا لك، ودايم ما يقال لا قيمة لعطائك إن لم يكن جزءا من ذاتك. شكرا لك يا حنان. ربي يسعدك حبيبتي. أنا حاب أشكر نهاية اللقاء أهلي وصديقاتي، وشكر خاص للأستاذة ريم العرف، يعني هي متواجدة خلف الكواليس مع أختي، وأحب أشكر استضافتكم لي ويعطيكم ألف عافية. أكيد إحنا بعد نشكركم ونوجه لك كل تحية حنان. شكرا لك. أهلا. مشاهدينا، فقرات سيدتي أكيد لا زالت مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل انتظرونا. في سيدتي بعد الفاصل، مواهب فتيات جدة تستعد للمنافسة في جامعة عفات. أول مرة ببرنامج طبخ. مرتي بس تشوفنا رح تتفاجئ. في تكنيك يا جماعة. يعني بنعمل له هيك. يا نهار أبيض. شو بدكم عاد؟ يلا ميرسي مروان. انتظروني. منال العالم. في مطبخ سيدتي. باي. جربوها. يلا انهي منال. على صعيد الأنشطة الطلابية اللي تقدمها جامعة عفت، فعالية عفت تالنت شو، واللي تهدف لإبراز مواهب الفتيات في الرسم والغناء والتمثيل والعزف على الآلات الموسيقية. رح نتعرف بالتفصيل عن هذا الإيفنت وفعاليات أيضا يقدمها مجلس الطالبات مع رئيسة مجلس طالبات جامعة عفت الطالبة شيماء البقمي، وأيضا نائبة رئيس مجلس طالبات جامعة عفت طيبة يوسف. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، ونتمنى لكم كل التوفيق طبعا في الفعالية القادمة اللي راح تعرفين عنها أكثر الآن. شكرا لك. وإحنا أول شيء حابين نشكركم على استضافتكم لنا.
بالنسبة لفعالية عرض المواهب أو اللي هي عفة تالنت شو، إحنا حابين نركز فيها على المواهب بشكل عام لكل بنات جدة، مش محددة بس لبنات عفة. الفعالية طبعا مديرتها اللي هي أمنية حسنين ما قدرت تتواجد معنا اليوم، طالبة برضو معاكم، طالبة معانا وهي ما شاء الله أصلا مبدعة، يعني هي مبدعة وكمان في قسم الكرياتيفيتي أشورنس بتمسك الإبداع في كل جانب وفي كل قسم عندنا في مجلس الطالبات ما شاء الله. فهي كانت بتفكر كده وشافت المواهب اللي حوالينا، وعملنا كمان إيفنت صغير كان باشن داي، شفنا قد كمية مواهب كبيرة في الجامعة، في الجامعة جوة الجامعة. ولاحظنا كمان في السوشيال ميديا كانت كل مرة بتطلع لنا موهبة، نشوف ما شاء الله مواهب تطلع من هنا ومواهب تطلع من هنا، فيعني استغربنا العدد الكبير ما شاء الله من المواهب اللي مو مسلط الضوء عليها. فأمنية حسنين حبت إنه كمان نركز يعني هي الفكرة كيف جات من البداية، فكرة إنه تعملوا تالنت شو كيف جات الفكرة من البداية؟ هذا أول مرة تعملوه؟ لا قد سويناها قبل كده بس السكوب كان مرة صغير بس لبنات جامعة عفت، لكن لما شفنا كمية المواهب اللي موجودة قلنا خلينا نكبر السكوب ونخليها مفتوحة كمان لكل بنات جدة بدون تحديد، يعني بنات جامعة عفت. أعمار معينة تستقطبوها؟ يس حيكون هو من 12 وما فوق، لكن يعني في ناس مثلا كانوا بيسجلوا هم أصغر من 12 عشان بس حابين إنه يكونوا موجودين. بس لازم تعمل كيتس تالنت شو إن شاء الله. وكمان الشيء الغريب إنه اسم الفعالية عفة تالنت شو كتير حسبوا إنه بس لبنات عفة، صحيح، لكن لا كانت هي هذه المرة، المرة الثانية اللي بنسويها مفتوحة لكل بنات جدة، مش يعني الناس معينين من بنات عفة، والحمد لله الجامعة كمان كانت مبادرة في ذا الموضوع وسمحت لنا إنه إحنا نفتحها بشكل أكبر. طب نبغى نعرف إيش الأقسام اللي موجودة في المسابقة؟ الأقسام هتكون مواهب، أول شيء لما فتحنا في الأوديشنز كانت مفتوحة لكل المواهب يعني بدون تحديد، شفنا كل المواهب المتواجدة ويعني سوينا لهم أوديشنز وتجارب أداء، وعلى أساسها بدينا نحط الكاتيجوريز، يعني في أكثر من كاتيجوري، منها مثلا في دانسينج سينجينج، في أكثر من واحدة جون باز كمان في يس. فلما شفنا المواهب اللي ما شاء الله كانت جدا رائعه وفنانين فيها البنات، بدانا نقسم الكاتيجوريز وحطيناها على هذا الاساس، ودحين عندنا كاتيجوريز معينه اخترناها على اساس المواهب اللي تقدمت. ما شاء الله شيء مبشر والله. الحمد لله. طيب انتقل لك طيبه، طيبه اكيد انتم دحين مع استقبال الطلبات والبنات اكيد اكتشفتي انه البنات عندنا مليانين مواهب جداً، مليانين طاقة، وقد إيش إنه كل هذه المواهب وإنه تعطوهم فرصة هم يعبروا عن هذه المواهب حيأثر على شخصياتهم. أحكي لي كيف هذه التجربة؟ طبعاً حقيقي أنا ما شاء الله يمكن جانا في التقديم، يمكن فتحنا التقديم بس لمدة أسبوعين، ما شاء الله جانا قريب 200 شابة، في بعضهم حتى كانوا من برا جدة وعملوا المستحيل عشان يقدروا يكونوا متواجدين وقت تجارب الأداء. يعني جدا زي ما تقولي، اولا كان عندهم ما شاء الله في بعضهم الثقه بالنفس، في بعضهم كانوا بالعكس يعني متوترين، بس هذه التجربه لما وقفوا قدام لجنه الحكم حق تجارب الاداء وكان صح صوتهم شويه يرجف وهم يغنوا، او مثلا وهي بترقص فجاه يعني بتعمل قصدي اللعب على الحبل فجاه مثلا اتلخبطت، بس ده الشيء الا ما بياثر عليها، يعني زي ما تقولي بيقوي من شخصيتها انه فور نيكست تايم ولا نيكست اوديشنز ولا اي حاجه بعد كده حتقدم عليها، الا ما ده شيء حيعزز ثقتها بنفسها اكثر. يعني يمكن جاتنا واحده كانت صغيره ومامتها معاها وكانت تبكي في البداية، وبعدين ساعدوها لجنة التحكيم ألمها من جد، يعني قدرت الحمد لله تعمل الموهبة اللي هي تبغاها. غير كذا يعني حيكون طبعا أنا لو إني من جد إنسانة مرة موهوبة وحاب الناس تعرف موهبتي وتتاح لي الفرصة إنه أنا أطلع مثلا قدام ما شاء الله 800 شخص في الجامعة، إنهم هم يشوفوا الأداء حقي وممكن أحد يعجبه وممكن كذا، فطبعا هذا الشيء حيكون لي أنا إنه يعني حافز إكزاكتلي حافز إنه أنا ما أوقف، ما أقول لا والله إحنا في مجتمع ما عندنا، إحنا بنات لا نقعد بس من الجامعة للبيت، أنا بالعكس حيحفز البنات حتى اللي ما شاركوا إنه يس ممكن السنوات الجاية أنا أقدم، ممكن أنقبل في مساحة، في مكان ممكن تعبروا فيه عن مواهبكم. ومهما كانت المواهب يعني واحدة من المواهب اللي أنا جدا استغربت إنها موجودة اللي هو المايم أكتينج، التمثيل الصامت أعتقد، فيعني أنا من قاعدة طالع إنه ما شاء الله كيف كده البنت قادرة ومتقنته ويعني واثقة في نفسها والكاريزما حقتها لدرجة إنه واحدة من لجنة الحكام قامت تصفق لها إنه قديش أنت ما شاء الله مرة كنت مبدعة. ففعلا يعني ما كان في أبدا أي ليميتيشن، البنات كانوا مجانين ووصلوا بالمواهب حقتهم، مجرد ما أعطتوهم مساحة عبروا وانطلقوا. بالضبط. طيب أشرتي إلى لجنة التحكيم، مين لجنة التحكيم؟ طبعا إحنا كانت عندنا لجنة التحكيم في الأوديشنز غير يوم الإيفنت، بس إن شاء الله يوم الإيفنت اللي هو طبعا حيكون يوم السبت عندنا في أستاذة سارة الودعاني اللي هي متخصصة في القياس في الميك اب بالمؤثرات الخاصة، أستاذة طبعا أضواء الدخيل،
هي برضو لها في الأسهم والاستثمارات بلس أنها ما شاء الله عازفة. وبرضو أستاذة نادية ملائكة هي موظفة في يونيليفر وات ذا سيم تايم فوكاليست يعني تعرف في أصوات في الموسيقى يس مدربة أصوات. وآخر واحدة اللي هي معانا دكتورة عفوا شيماء الشريف طبعًا. اللي طبعا الكاتبة وما شاء الله هي طبيبة في نفس الوقت. فيعني هذول الأربعة اللي احنا اخترناهم طبعا بناء على إنه كل واحدة منهم متخصصة في مجالها بلس إنهم يعني ما شاء الله اقترب بالله من السوشيال ميديا ومن الإيفنتس اللي قبل كده طلعوا فيها لاحظنا قديش هم ما شاء الله جدا مثقفات فبالتالي هي حتخدم الأذر يعني زي ما تقولي حتخدم البنات بالضبط والكاتيجوريز كلها مو بس إن والله أنا مركزة في الرسم حأفيد الرسم كمان أنا عندي اطلاع بالأشياء الثانية الموجودة اللي أقدر أضيف عليها لما أجي أحكم البنت الموجودة أو أجي يعني حتى لو كان حاجة ما لها علاقة بتخصصي أنا طب شيماء أو حتى أنت سوري شيماء وطيبة أبغى إجابة منكم إيش أكثر موهبة حسيتوا إنه إحنا مركزين فيها البنات في السعودية أو بنات في جدة يعني تحسوا إنه هذه الموهبة اللي يعني 70% من المواهب الصراحة مش كانت الغناء يس كانت الغناء يعني جاتنا نسبة جدا كبيرة طبعا ما قدرنا نختارها كلها أكيد يعني اخترنا جزء جدا بسيط عشان كمان ما شاء الله المواهب الثانية يعني تعرفي باقي المواهب الثانية صح ما كانت مرة كثير بس البنت اللي بتجي تختار الموهبة يعني شيء از ذا وان زي ما يقولوا انه بتكون يعني هذه المايم اكت الوحيدة اللي قدمت وكانت ما شاء الله جدا مبدعة يعني في عندنا برضو دبلجة ما توقعنا انه ممكن يجوا بنات يقدموا دبلجة تخيلي قدامنا قاعدة تدبلج البنت ويعني والاصوات وقدمت لنا حتى ثلاثة او شيء صوتها غليظ وواحدة لا صوتها يعني كأنها بيبي وواحدة ضحكة شريرة ومش عارفة مين فانه كانت يعني يمكن الوحيدة اللي قدمت على الدبلجة بس مش كانت مرة فنانة يعني انتوا اكتشفتوا انه البلد مليانة مواهب البنات عشان مليانين طاقات متفجرة جدا يعني امنية اتوقع يعني يمكن امنية هي اللي كانت ماسكة الايفنت كانت يمكن بطنها ورت مقصها انه يا الله كيف ممكن ما تجينا مواهب فنانة خايف انه كله يجي غنى ورقص احنا ما نبغى كذا احنا نبغى فمن جد تفاجأت وقت ما شاء الله لما ال 200 شخص عبوا الفورم وسجلوا انه لا فعلا يعني زي ما تقولي بنات جدة ما أخذلوها إنه من جد ما شاء الله في مواهب جدا كانت فنانة ومواهب أنا عن نفسي أول مرة أسمع إنه في بنت في جدة ما شاء الله بتعمل ذي الأشياء كلها حلو طب كيف كان التسجيل دولك بتقولي فور مع بو كيف كانت تفاصيل التسجيل صراحة مرة اعتمدنا كثير على طبعا الإيميلز اللي موجودة في الجامعة بلس السوشيال ميديا بلس الورد أوف ماوث إنه يعني إحنا كل مين بتقول للتانية عبينا كده زي ما تقولي بي سي أو يعني إيميل معين صيغة معينة بيفهم الناس إيش هو عفة تالنت شو وبعدها كان في فورم معين بجوجل فورم بحيث إنه يدخلوا هم يسجلوا عليه طبعا كان في أسئلة عديدة من ضمنها مثلا قديش أنت لك بتمارس هذه الموهبة إيش هي موهبتك ليش هذه موهبتك عشان كمان نقدر نحكم إذا البنات من جد يعني موهوبين وفاهمين الموضوع صح ولا لا قابلنا بنات مو مرة كانوا فاهمين هذا لما كلمناهم فيعني استبعدناهم وفي بنات لا كانوا من جد فاهمين ليش أخذ منك كم وقت وانتم تحضروا فتره التسجيل تقريبا 3 أسابيع الى شهر طب معليش هذا سؤال كمان لازم تجاوبوني عليه بكل شفافيه الموهوبين اكثر من جامعه عفت ولا برا جامعه عفت والله خليها سر هذا يوم الايفنت تشوفوا الناس طب يعني البنات كلهم جامعي في الجامعه لا. في المدرسه يعني تخيلي زي ما قلت لك في واحده عمرها 10 سنين ضحكت علينا قالت انا عمري 12 سنه بس عشان تقدر تسجل وما شاء الله لما جات من جد كانت موهبتها فنانه ما شاء الله تاهلت المرحلة اللي بعدها فلا يعني في ناس كانوا أصحاب مشاريع في ناس كانوا طالبات جامعيات من جامعات أخرى وفي ناس ما شاء الله كانوا يعني متوسط ثانوي فكنا نقرأ يعني زي ما تقولي إن كل واحدة إيش هي أصلا تخصصها كنا مرة بنستغرب إنه لا ما شاء الله حتى الصغار حتى الكبار يعني ما في أي ليميتيشن كان عند البنات إنهم هم يقدموا على المواهب جميل طب البنت اللي حتفوق هو فايزة واحدة بس اللي حتكون في النهاية 3 مراتب أولى وفايزة واحدة مزبوط. إيش حتاخذ اللي حتحصل على المركز الأول والله في عدة جوائز طبعا يعني من ضمنها مثلا فاوتشر لصالون من ضمنها حاجه الكترونيه سواء كان ايباد ايفون وات ايفر ومن ضمنها برضو اشياء لها علاقه يعني نظارات وكذا ف كذا جائزه هذه حصريه ليك ترى ما حد الى الان احنا قاعدين نقول جوائز يعني اكسكلوسيف يس اسمع جوائز احنا بس بنقول جوائز قيمه ايه. طبعا مو بس هذه في كمان زياده بس هذه زي ما تقولي يعني اللي مره قيمه تقدر تقولي من جد البنات يعني ان شاء الله اكيد طبعا ما حتكون قد ما انهم وقفوا وعرضوا موهبتهم هذا شيء جدا بسيط ريكوجنيشن ليهم هاو ايفر
يعني هي تجربة في حد ذاتها ممتعة أكثر بالزبط. من أنه الواحد يفكر إيش أعتقد إيش الجائزة بالضبط. يعني الصراحة ولا أحد منهم ما سألنا إيش هي الجائزة كلهم قدموا عشان إحنا الإعلام دورنا نسألكم إيش الجائزة يس وخلاص فضحتوني طيب. بس يعني طب أسألك شيء ما أبغى أعرف هل راح تنقلوا الموهوبات يعني لمرحلة ما بعد المسابقة دي هل في مرحلة تانية أنتوا حتجهزوها خصوصا أنكم أنتوا بعد ما تفاجأتوا بهذا الكم من الموهوبات هي كخطوة أولى إحنا بدأنا في موضوع الأفنت عشان بس نركز الضوء على البنات الموهوبين وكمان نديهم الفرصة أنه يظهروا موهبتهم فالحمد لله يعني هذه الخطوة بدأت تظهر حتى بيأثر في شخصيتهم وثقتهم في نفسهم صحيح. يعني لما يطلعوا على الستيج التجربة كيف لما بتوقف قدامهم وبتسوي موهبة يعني بعضهم موهوبات بس مع التوتر تلاقيها شوية كده موهبة ما تبين فهذه خطوة أولى نحبين ندعمهم كمان حتى في ثقتها في نفسها بعد كده إذا ما شاء الله تأهلوا كل البنات خلاص وخلص الأفنت غير كده البنات جامعة عفت كمان نعرف بالضبط مين الموهوبات فيهم عشان هم كمان يقدروا يدوا للمجتمع بعد كده يعني احنا نعرف مين الموهوبات في مثلا في الباشن دي عرفنا واحدة ما شاء الله فنانة في الكروشيه فلما عرفنا ان هي فنانة في الكروشيه حبينا انها تدي كروشيه ووركشوب ورشة عمل للبنات الثانية كيف تستثمروا هذه الطاقات يعني يس فكانوا بتدي مثلا الثانيين والثانيين يستفيدوا منها يعني مش بس موهبه وخلاص تعرضها وانتهينا لا كانت كمان تقدم الموهبه للثانيين وغير كده واحده من الجادجز يوم يعني الاوديشنز شافت من واحده من البنات كانت متوتره فقالت لي انا حصير الكوتش معاكي حساعدك خطوه بخطوه طب قولي لي مين كانوا الحكام في مرحله الاوديشن هم كانوا بنات من طالبات جامعه عفت عشان يساعدونا خلال مرحلة التجربة الأداء لكن يوم الأفنت زي ما تكرمت طيبة وضحت إن هم الأربعة اللي حيكونوا متواجدين معنا شيماء أنا لاحظت إنه الإداريات في جامعة عفت هم حيكونوا من الجمهور ما تدخلوا معاكم في التفاصيل ما حطت واحدة منهم في لجنة الحكام ولا هو مشروع طالبات 100% هو مشروع طالبات 100% لكن في النهاية احنا نرجع لهم طبعا عشان يعني ناخذ دعمهم وهم دائما يساعدونا خطوة بخطوة انه احنا نكمل يعني في النهاية تقدر تقولي هو كولابوريشن ودعم مع بعض لكن الشغل الفعلي يكون كله من ستودنتس من مجلس الطالبات من كل بنت يعني بتقدم بدون هو عموما شيء ايجابي انه هم يكونوا من الجمهور حتى يس. يعني يعطوكم صلاحيات ايوه والفرصه انكم انتم تبدعوا وتتعاملوا بشفافيه يعني خصوصا انه في طالبات من جامعه صحيح. عفت وطالبات من اماكن ثانيه انا كمان حابه اضيف نقطه على هذا الموضوع انه هم زي ما تقولي مؤمنين جدا انه لا في مجلس الطالبات في بنات يعني ما شاء الله قريبين من سن التالنتس الموجوده فبالتالي حنفهمهم اكثر فبالتالي حنقدر نعمل لهم الشيء اللي هم يبغوه بطريقه زي ما تقولي قريبه من سنهم فبنفهم احتياجاتهم اكثر طبعا هم معانا زي ما قالت لك خطوه بخطوه من ناحيه انه حتى يتاكدوا انه كل حاجه ماشيه زي مثلا الروز حقت الجامعه وكل شيء ماشي زي ما يعني الاداره حقت الجامعه طالبه وكذا بس في نفس الوقت يعني بيشرفوا بس بدون ما بيسيبوا لنا مساحه الحريه انه احنا نبدع ونتجنن بالافكار انه احنا كيف من جد نخلي هذا الايفنت وهذه الليله ان شاء الله تكون يعني من جد جميله مليئه زي ما تقولي الحماس للحضور بلس طبعا للبارتيسيبنتس الموجودين على الستيج مره اتمنى لكم كل التوفيق ابغى اسالك شيماء بخصوص مجلس طالبات الجامعه ايش بتعملوا ايش بتقدموا انشطه غير عفة تالنت شو بداية احنا لما بدأنا مجلس الطالبات بدأناها بالشغف او الهدف متى بدأتوا فيه؟ السنة بداية السنة يعني احنا عادة مجلس الطالبات كل سنة يصير ترشيح ويرشحوا احد ثاني جديد فبدأنا من السمستر اللي فات اللي هو فصل اللي فات وكان هدفنا انه احنا ننشر الشغف بين كل البنات وكمان غير الموهوبات اللي هو عفة التالنت شو كان في عندنا ايفنتس كثيرة كلها تركز على الانترست والاشياء اللي البنات حابين يتعلموا فيها وكمان يطوروا نفسهم من هذا الجانب فكنا بنشوف كل البنات كده في جامعة عفت ايش حابين ايش حابين يتعلموا ايش الانترست حقتهم اغلبيتها نحاول ننوع بين كل البنات بحيث انه ما يكون مثلا دائما في هذا الاتجاه يكون في اكثر من اتجاه وغير كده انه الليكتشر اللي نقدمها مثلا او محاضره او الايفنت اللي يتقدم يكون فيه ادد فاليو قيمه مضافه للناس اللي بيحضروا وهو تركيزنا يعني في مجلس الطالبات انه تكون طالبه عفت هي الاولويه بحيث انه كل يعني الافورتس اللي تصير في مجلس الطالبات نركز عليها ونركز حتى سيرفيسز يعني مش زي ايش مثلا انجزتوا للطالبات من مجلس الطالبات ايش الانجازات اللي انجزتوا غير المحاضرات اللي دائما احنا كل اسبوع عندنا اثنين وربوع نعمل محاضرات وركشوبس للبنات يتعلموا منها
كمان نعمل سيرفيسز للبنات بحيث نقدم لهم ديسكاونت مثلا من شركات معينه. بنات الاركتكتشرز عندهم مثلا اشياء ادوات معينه يحتاجوها, فنروح لنفس الشركه اللي هم يحتاجوا منها الادوات ونطلب منهم ديسكاونت بحيث يكون بيننا تعاون ونوفرها لبنات الاركتكتشر, بنات الاي سي اي اكثر من قسم يعني, بنوفر لهم عليها ديسكاونت. غير كده كمان بنوفر الاشياء اللي هي السيرفيسز المعينه للبنات اللي يحتاجوها. وكمان مثلا ايام بسيطه كده مثلا بنات حابين يرفهوا عن نفسهم نسوي لهم ويلكم باك بارتي, دائما نسوي لهم اشياء تغير جو الاكاديمي اللي دائما معتاد عندنا في الجامعه. فيعني نركز كل اسبوع يكون عندنا تنوع. انت رئيسه مجلس الطالبات, انت رشحوك طبعا الطالبات. الحمد لله. قولي لي ايش تتميز في زميلتك شيماء حتى رشحتوها ان هي تكون رئيسه مجلس الطالبات؟ طبعا ما شاء الله شيماء يعني حقيقي يمكن حاجة جدا الكل يشهد لها بيها, لأنه شاء مرة تحب تسمع للطالبات. يعني لو مهما كان عندها وجات واحدة تبي تشتكي تسيب الأشياء اللي عندها وتسمع من الطالبة, وتحب جدا هي تحتويها. ما هي يعني إنه أنا الرئيسة, لا أبدا ما هي كذا. وفي نفس الوقت إنها يعني مش لازم تقولي دائما بتجري وراء الحل. يعني في مثلا بعض الناس اللي يمسكوا مناصب حتى لو كان اوكي منصب طلابي, بس النهاية منصب يعني بيخدم ما شاء الله 3000 طالب عندنا في الجامعة. فبالتالي هي يعني اوكي في واحده عندها حاجه معينه تجري لها ورا الموضوع, تروح بنفسها مع البنت عند زي ما تقولي الديبارتمنت المسؤول في الجامعه عشان بس تحل لها المشكله. فشخصيه قياديه شيماء بالضبط. انا حابه اضيف على كلامها انه ترى انا بتعلم منهم كمان. يعني احنا كلنا في النهايه طلبات وكلنا في نفس العمر وبتعلم منها ومن الطيبه مره اشياء كثير تعلمت. طيبه بالترشيح برضو ولا بالاختيار؟ بالترشيح. وكمان انا رجعت لها قلت لها انه ما شاء الله كانت هي جدا مميزه وهي اصلا معروفه ما شاء الله كل الجامعه قد ايش هي عندها كونفنسنج سكيلز. دائما نروح سبونسرز طيب تعالي معنا. يس ما شاء الله ما شاء الله عندها في العلاقات العامه والبي ار على طول واضح ما شاء الله عليها. فيس فدائما يعني احصل دعم من التيم, ابدا التيم ما قصر معي. يعني انا لوحدي ما كنت حقدر اعمل اي حاجه. اكيد هو العمل كل واحده منهم بتعلم منها. يعطيكم الف عافيه, مبسوطه جدا فيكم وفخوره جدا فيكم يعني, أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في هذا الإيفنت والإيفنتات القادمة. تحياتي لكل الطالبات اللي وراء الكواليس معاكم في فريق العمل. شكرا لكم. شكرا. شيماء البقمي رئيسة مجلس طالبات جامعة عفت, وطيبة يوسف نائبة رئيس مجلس طالبات جامعة عفت. يعطيك العافية. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام فقرات سيدتي لا زالت مستمرة, لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. أظافر الفقاعات, آخر صيحات عالم تجميل الأظافر والمخاطر كثيرة. كل ما الإنسان اختار ميوله الصحيحة في الدراسة ثم العمل, كل ما أطلق داخله طاقة حتساعده على النجاح. الإبداع غير مرتبط بدراسة. من 6 سنوات يبدأ الطفل يصير يميل لأشياء معينة وما يميل لأشياء معينة. بأنه خيار اليوم بالتأكيد سيؤثر على مستقبلنا بكرة. ومن طبيعتي ومن صغري أحب الحوار, أحب أتكلم وأخذ وأعطي. بداية من التخصص في المدرسة, علمي ولا أدبي؟ زي أي بنت في أولى ثانوي لازم تحدد مسارها العلمي والأدبي. لا مفروض الموضوع يبدأ أقل شيء من سن 15 سنة, لأنه حتى ولا صديقة من صحبات المدرسة دخلت معايا علم نفس, فكنت يعني بلا صديقة. بعد ما تخرجت من البكالوريوس كان واحد من قرايبي يشتغل في البنك, فمقدم لي فرصة أني أنا أشتغل في البنك. حقيقة كان الراتب في البنك دبل. تحديد التخصص والمجال الوظيفي تعتبر اليوم قضية رئيسية في تكوين الاقتصاد. تبي تعرف التفاصيل؟ تابعوني في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس. موضوعنا اليوم عن تحديد الميول المهنية في سيدتي إن بزنس, معايا أنا ولاء نحاس. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. انتشرت مؤخرا أظافر الفقاعات أو البابلز, على الرغم من ظهورها في عام 2009 وتلاشيها سريعا,
إلا أنها عادت بقوة في 2016 الآن. ولأننا في سيدتي نواكب أي جديد سواء كان سلبيا أو إيجابيا، معنا في الاستوديو الخبيرة في تركيب الأظافر والميك أب أرتست الأستاذة سامية محمد، راح تكلمنا أكثر عن سلبيات الأظافر البابلز. يا أهلا وسهلا فيك يا أهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذة سامية. يعني في البداية حابين نشرح للمشاهدين إيش هي أنواع تركيبات الأظافر. هي تركيبات الأظافر أنواع كثير، تقريبا هي ثلاثة مش أكثر من كذا، اللي هي البلاستيك، وعندك اللي هو الجل، وعندك الأكريليك. هذه الثلاثة أنواع هي أكثر شيء ممكن تستخدم حتى تعطي للأظفر جمال، تعطي شكل طبيعي أكثر. الدارج الآن اللي هو الأفضل في المقدمة اللي هو الأكريليك، الآن هو اللي أفضل من الأنواع الثانية، حتى شكله صلب، صامد أكثر، ما يتأثر كثير بأي عوامل خارجية يعني. طب إيش الفرق بين أظافر الأكريليك والجل؟ الجل تعطيك اللي هو اللون أفضل من الأكريليك فقط، أما أنه الصلابة لا، الأكريليك أفضل منه. أوكي. بعدين الجل لما يتلف مؤلم جدا، لما يتلف، لما ينكسر أو يصير له أي مشكلة لازم فورا تروح الأخصائية أنه يشيل لك إياه أو يضبط لك إياه. طب إيش تتكون منه مادة الجل هذه؟ مادة الجل هي مواد يعني لما تتعرض للأشعة البنفسجية تصير صلبة شوي، تلتحم بالأظفر نفسه وتعطي اللي هو شكل أطول وأفضل. طب والفقاعات أو الأكريليك؟ الفقاعات هو نفسه. لا لا لا، الفقاعات هي مادة الجل نفسها، بس كان اللي هو الموديل حقها اللي هو كأنه شكل فقاعة. هو شكله مو جمال كثير، هو أن الناس معينين أنا ماني عارفة يعني شلون هم هبوا فيها. يعني هو مثل سنام الجمل تقريبا يكون فوق الأظفر تقريبا، يعني جاية بزيادة، يعني الكمية كبيرة على الأظفر نفسه، فهذا حتى شكله مو جمالي، حتى ما له منظر. أنا ما أشوف أبدا أن المرأة ممكن أنه تستخدم هذا الشكل لنفسها، جدا 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 سيء، أنا ما أنصح فيه أبداً يعني. طيب إيش سلبيات سواء أظافر الأكريليك أو أظافر الجل؟ شوفي، هي سلبيات يعني على مجمل تاريخ الأظافر ما في سلبيات لا للأكريليك ولا للجل. بس دائماً أي شيء زايد عن حده يقلب ضده، حتى صحيح. لو كان فيتامين، يعني أنت لو أخذت الفيتامين زيادة ممكن يسبب لك مشاكل ترسبات أو شيء زي كذا. الأظافر الأكريليك أو الجل لازم تعطي راحة كمان لأظفرك فترة معينة، ما تكوني على طول الخط تستخدميها. عرفتي كيف هي؟ مجرد أنها تضيف جمال للأظفر، تسوي لك يعني اللي هو تنقذك مثلا في مناسبة معينة، أنت عندك أظفرك ضعيف ما تقدر تطوليه، مكسور أو أنت عندك نقص فيتامينات معينة، أو نفس بنية الأظفر ضعيفة ما تقدر تطوليها، أو حتى على الأقل للناس اللي عندهم مشاكل، في ناس عندهم اللي هو حصل لهم حادث معين يصير شكل الأظفر جدا سيء، فتخيل أنه يعني آنسة أو مدام أو تطلع بأظفر يعني مجرد أنه صار لها حادث شكله سيء، فهذا جدا يعني محرج لها يعني. كاستنشن للأظافر هو تقريبا كاستنشن ومعالج كمان حتى نفسيا. يعني في عندك ناس يعني تستاء نفسيا أنه أظفرها، حتى في ناس زي البيبي، تخيلي أنه الأظفر حقها نفس أظفر البيبي مرة قصير، فهذا مستحيل أنه يطول معاها. وفي ناس كمان اللي يأكلوا أظافرهم، عرفتي هذول كمان مستحيل تطول أظافرهم، يمكن يحتاجوا يعني للأظافر الجل أو الأكريليك وقتها. هذول الفئة اللي أقول لك رقم واحد اللي تحتاج ضروري إنها تركب هذا الشيء. أول شيء يساعدهم إنهم ما يأكلوا على المدى يعني شوي مستقبلا. كثير كثير يعني كثير بنات سووا عندي يعني رجعوا لي قالوا إنه افتكينا من شغلة إنه ناكلها لأنها صلبة فما يقدروا يأكلوها، فخلاص التهوا عنها. ما تروح بسرعة يعني صلبة لهالدرجة؟ أنا ما جربت الأمانة سابقا لأني ما حبيتها، فأنا ما أعرف كيف تركبونها. أو هي أقوى بدبلين أو ثلاثة من الأظفر الطبيعي. عرفتي؟ فهي جدا، وبعدين ناعمة، يعني شوفي أنا مركبتهم جدا ناعمة. أنت الأظافر الآن اللي أنا مركبتها هذه الأكريليك. أوكي، فهي ناعمة، يعني ما تخافي حتى لو عندك بيبي، لو عندك إنه ممكن تخدشي أو شيء زي كذا، تعاملاتك معها جدا بسيطة وسهلة. النوع هذا يعني أنا أشوف إنه أنسب لكل النساء، يعني بعدين كل الحريم يحبوا يطلعوا بشكل جميل، يدينهم تكون حلوة، لما تلبس لها إكسسواريز، لما تحط لها منكير يطلع شكلها جميل. فيعني هذه كثير تساعد للناس اللي عندهم مشاكل في الأظافر. طب كم زيارة تقريبا تحتاج أي واحدة مثلا ركبت أظافر أكريليك أو
أظافر الفقاعات أو الجل، كم زيارة تحتاج لخبيرة الأظافر أو تركيب الأظافر؟ هي التركيب الأول هي زيارة واحدة، يأخذ من وقت ساعة ونص إلى ساعتين، حتى ساعتين لين تخلص العشر أصابع، من ساعة ونص إلى ساعتين ما لطول بالعد الساعتين أنا أتركب أظافري. لا ضروري، هو اللي يبغى الزيل لازم يتحمل ويستنى شوي. صحيح. أوكي، فعندك إلى ساعتين هذا ماكسيموم تكون خلاص الآنسة أو المدام دان يعني أنها تطلع بشكل أظافر جديدة. بالمقابل الصيانة تبعتها يعني تحتاج كل أسبوع ونص، من بعد أسبوع ونص تصير خلاص تبدأ أنه تحتاج يا أنك تعيدي عليها تسوي لها تعبئة، يا أنه تسوي لها اللي هو تنظيف وكذا، أو تبدأ تقصري فيها وتبدأ تهتمي فيها عند خبيرة اللي هو الأظافر نفسها. أنا ما أنصح كثير أي آنسة أو مدام تروح لأي أحد ممكن يسويها بطريقة عشوائية، لأنه ممكن فعليا يتلف لها الأظفر الأساسي لما تيجي ترجع تفكه، لأنه في حال لو انفك بطريقة غلط أو تركب بطريقة غلط مضر جدا ليدها. طب إيش هي الطريقة الصحيحة لتركيبها والطريقة الصحيحة أيضا لإزالتها؟ في مواد معينة تنحط قبل، تنحط على الأظفر نفسه تنشف لك إياه زي برايمر وزي بيس. أوكي. تنحط في صالونات، أنا لاحظت إنه في كذا صالون إنهم يبردون لك الأظفر حتى ينشف يشيلوا الطبقة اللي فوق، فحرام تنشال. ليش تنشال وأنت عندك المادة اللي تنشف لك إياه؟ عرفتي؟ فلما أنت يعني تشيلي جزء من الأظفر الطبقة اللي فوق أنت قاعدة تضعفيه، فأنت عندك المادة يدوب بس هي راح تنشف لك إياه وحط المادة فوق وخلاص. أيوة زي الأساس عليه وانتهى الموضوع. هذا حتى لو فكيتي يكون أظفرك لسه متحمل شوي، عرفتي؟ فيكون افضل يعني يكون تحت يدين اخصائيين، وبيبان اساسا الوحده لما تروح عند كذا اخصائيه راح تشوف انه في فرق بين كل وحده وحده. ما تزال بالاسيتون العادي او ماده الاسيتون؟ هي تزال بالاسيتون، بس انه كثره الاسيتون عليها يسيء اساسا. حتى الاسيتون انت مع نفسك لما تحطي مناكير كثير وتشيلي هذا كمان ياثر لك حتى على الجلد اللي حوالين الاظفر، يأذي الأظفر وكمان الجلد اللي حوالينه. فأنت لما تحطي في أوقات معينة اللي هو في تايم معين تحطي عليه وتشيلي، تبدي اللي هو تزيلي بطريقة خفيفة، هو أساسا يذوب مع الأسيتون. يعني ما تخليه الوقت زيادة ولا أنه تخليه أقل تضطر أنك يعني تكشعي، يعني هذا صعب كمان. فهو له وقت معين اللي تقدر تشيلي بعدها اللي هو المادة نفسها من على الأظفر. طيب بصراحة يعني سامي كخبيرة تركيب أظافر وميك اب ارتست، ايش تنصحين لمحبين يعني خاصة أظافر الأكريليك وأظافر الفقاعات، بايش تنصحين أكثر، ايش يستخدمون الأفضل؟ والله شوفي أنا بالنسبة لي أنا أحب كل شيء جميل على المرأة. فأنا أشوف أن الأظافر الفقاعات جدا سيئة، يعني ما قاعدة تضيف لك أي شيء جمالي ابدا ولا شيء جمالي. انا اشوف انها بالعكس قاعده تسيء نفسك انت، يعني حتى كل صراحه نتبعها او كل موضه تناسبها. لا لا مش كل شيء ممكن احنا نروح وراه ابدا، يعني انا ما اشوف ابدا انها جدا جميله او تضيف لي اي شيء زياده. بالعكس انا اشوف انه لو تحط لها اللي هو نفس الاظافر اللي هو الاكريليك العادي او الجل اذا هي حابه انه الجل تحطه، على انه انا اشوف انه الاكريليك في المقدمه بصراحه، وتحطه على شكل يناسب يدها، طول اصابعها، لون جلدها، تشوف الأنسب لها، وطبعا الخبيرة هي راح تساعدها كثير في هذا الموضوع. طيب سامي يعني نقدر نقول إن لون البشرة يعني ونوع البشرة نفسها ممكن يحدد لون الأظافر ولون التركيبة أو نوع التركيبات نفسها؟ اللون البشرة ونوع البشرة هذا يحدد لك اللي هو لون المناكير نفسها. فهو المناكير، في مناكير كويسة تنحط للبشرة الفاتحة تعطيك اللي هو شكل ملفت جميل، في أنواع اللي هو لو حطيتيها لا تبين لك أشياء سيئة في اليد، يعني ممكن تبين لك كذا سواد في المفاصل. أيوة تبين لك العيوب نفسها. فهذا أنا أشوف أنه لا تختاري الألوان المناسبة لك مهما كانت هذه صرعة في اللون أو مهما كان اللون جميل، أنت لون بشرتك إيش يناسبه، إيش اللي تشوفيه راح يظيف لبشرتك نفسها، راح يظيف لأظفرك، راح يظيف الجمال يدك. اما انه تحطين لون معاكس لا ما ينفع. طب خلينا نتكلم يعني ايش الالوان مثلا تناسب البشره الفاتحه وايش تناسب الالوان الالوان في المناكير اللي تناسب البشره. في اللي هو البشره الفاتحه درجات، في عندك لون معين للبشره الفاتحه يتحمل جميع الالوان. اوكي، وفي عندك اللي هو بشره لا تختار اللي هو الالوان الباهته ممكن تمشي معاها، في عندك الورديات حتى مشكل البينك، في بينك نوع من البينك ما يناسب بشره نوع من انواع البشره البيضه لا سيء جدا لها. لا لازم تختار الدرجه اللي شويه جايه على حمار او شويه جايه على شويه بياض. في عندك اللي هو كمان الالوان اللي تجيك على اخضر على اللي هو تركواز على هذه تناسب جميع البشرات البيضه. في عندك السمره برضه
تناسبها الألوان الغامقة جدا أو الفاتحة جدا، اللي في النص هذه تعتمد على نفس الدرجة على نفس شكل اليد. طيب فلازم الواحد ينتبه لهذا. طيب كيف المفروض تختار أي سيدة الشكل المناسب لأظافر يدها، يعني الشكل المناسب لها؟ عندك الأصبع الطويل، لما يكون أصبعك طويل ونفس منبت الأظفر طويل تختار اللي هو النوع القصير، لا تاخذي طويل لأنه رأي يدك راح تصير أوفر طويلة بزيادة. فتختاري اللي هو الأظفر الطويل شوي، الميديوم. أوكي، إذا كان أصبعك اللي هو قصير ومبطط كذا شوي مليان، لا هذا تقدر تختاري اللي هو الأظفر الطويل عليه، تقدر تختاري الرسمة اللي تناسبه كمان. عندك الأصبع لما يكون مليان كمان، المربع شكل الأظفر المربع جدا غير مناسب لها. خاصة الناس كثير يعانون يعني أن أظافرهم مربعة. أي لا لا لا، أنا ما أشوف أبدا اللي إصبعها جاي على مربع ما تستخدم الأظفر اللي يجي مربع، لا تأخذ اللي يجيك على دائري، قصته دائرية، قصته على طول شوي، هذه تناسب أكثر. طيب يعني كخبيرة تركيب أظافر سامية، إيش تشوفين الموضة يعني المناسبة لكل سيدة الآن في تركيبات الأظافر، الموضة المواكبة يعني ل 2016 حاليا؟ والله شوفي، اللي نزل الآن اللي يجيك طويل مشطوف من فوق، هذا اللي الآن دارج، هذا اللي دارج وتقريبا يناسب جميع اللي هو أشكال الأصابع. يعني أنا لاحظت وسويته على كذا زبونة عندي، حسيت أنه مناسب فعليا للكل. عرفتي؟ في ناس لا تقول لك لا ما حبيت اللي يجيك مشطوف، لا هو يجيك ضيق ومشطوف، مش اللي يجيك قصته مربعة، لا 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 يجي على ضيق. فهذا الدارج الآن وحسيته مناسبة بصراحة، مش لناس معينين وناس، لا هذا للكل، مناسب للجميع. مناسب الألوان للجميع. الألوان المناكير نفسها، الألوان المناكير زي ما قلت لك تعتمد على نفس لون، ما في لون موضة حاليا. الآن الحين احنا داخلين على اللي هو الصيف، فالألوان الفاتحة الأغلب. والمناسبات عاد بالليل حطي لك اللون الغامق الصارخ هذا. طب في عندي سؤال سامي، يعني في المناكير المطفي والمناكير اللماع، في له موضة حاليا ولا لا؟ لا هي نزلت من فترة الحين كله تقدر تستخدمي كل شيء، اللمعة والمطفي والجلتر واللي تجيك عليها رسمات، فهذا كله الآن دارج، ما في شيء معين الحين. سامي أكيد الأظافر مهمة وهي علامة جمال كل امرأة وكل سيدة. سامي محمد خبير تركيب أظافر وتجميل، شكرا لك. الله يسلمك، هلا وسهلا. مشاهدينا بالتأكيد فقرات سيدتي لا زالت مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، فين ناكل؟ تجربة جديدة للبحث عن الأكلات اللذيذة، وسيدتي تناقش ارتباط الأكل بمزاج الإنسان. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. أول مرة ببرنامج طبخ مرتي، بس تشوفني رح تتفاجئ. في تكنيك يا جماعة. يعني بنعمل لها هيك، يا نهار أبيض. شو بدكم هاد؟ يلا ميرسي مروان. انتظروني منال العالم في مطبخ سيدتي. باي، جربوها. يلا انهي انهي منال. يسعد مساكم أعزائنا المشاهدين. علاقة الإنسان بالطعام علاقة مصير، وعشان كده قبل ما ناكل أي شيء لازم نعرف إيش بناكل، من أي مطعم، واسم المكان والمكونات والطعم الصحيح اللذيذ، ما نجري وراء الأسماء الكبيرة. اليوم معانا ضيفتين مدونتين للطعام وللمطاعم في السعودية وفي جدة تحديدا. معنا اليوم نورة بن مساعد، أهلا وسهلا فيك يا نورة، وأيضا معنا أروى باباكر، أهلا وسهلا فيكم. طبعا أنتوا عندكم مدونة بعنوان فين ناكل، إيش حكاية فين ناكل؟ أبدأ معك يا أروى. أوكي، هو الموضوع بدأ من أيام الجامعة. إحنا كنا أيام الجامعة طبعا عندنا بريكات طويلة وما نعرف إيش نسوي، والأغلب إنه حنروح مطاعم لأنه إحنا في جدة ما عندنا غير يا مطعم يا مول.
فاحنا كايند بتعرف عننا في الجامعه انه اوكي احنا نخرج كثير ونروح مطاعم كثير، واحنا اصلا نحب الاكل ونحب نجرب اشياء جديده، يعني احنا ما نحب الاشياء التقليديه بس او انه في اشياء ما نجربها. فصارت الناس يسالونا يعني فين ممكن نروح، فين ممكن ناكل. فمن هنا جتنا الفكره انه طب ليش ما نعملها اكاونت على انستغرام ويصير نفيد الناس الثانيه مو بس اللي يعرفونا يعني. وفجاه صرتوا يعني انتم المرجع بين الصحبات وتطور الى مظبوط حساب انستغرام. انستغرام على اقتراحهم. طب نورة قولي ايش بتعملوا بالضبط في الحساب ده؟ احنا مبدئيا زي ما بدانا، اول ما بدانا كنا نروح مطاعم بشكل مستمر زي ما ذكرت اروى. قولوا لي يعني لما تاكلوا الطبق كده وانتوا الاثنين جالسين في طاوله واحده ايش بتقولوا؟ يعني بتقعد تقولي اه ده ملح كثير، ايوه هذا مش عارف ايه، في التعليقات هذه لازم تطلع كده اوتوماتيكلي تطلع مننا. ايوه كم مره يكون كذا طبق موجود لازم كلنا نجرب، احنا الاثنين نجرب كل الاطباق عشان يكون الراي زي ما تقولي مظبوط. يعني او دي ناقصه ملح طب دوقي كده جربيها، ايوه جربي ثاني حطي عليها صوص زي كده. فبيسكلي بعد ما ناخذ بعد ما نسوي نشوف في المطعم نجرب الاتموسفير حق المطعم الجو العام حق المطعم احنا تقييماتنا تستند على 3 اشياء جودة الطعام ونكون دائما متاكدين انه اسعاره تكون متناول اليدين، او احنا نجرب نحب نجرب فممكن يكون اسعار بعض الاحيان مبالغ فيها لبعض الناس بس احنا نوضح نوضح موضوع السعر ونوضح موضوع الخدمه، كيف الخدمه كويسه ما هي كويسه، موضوع جودة الأكل. فبعدها نكتب تقييم بالاشتراك بيني وبين أروى ونصور في المطعم ننزل ريفيو على إنستغرام، نكتب بالضبط بالتفاصيل رأي صريح عن المطعم وعن الأطباق اللي عجبتنا أكثر شيء، إيش نرشح إنه الناس يجربوا. والحمد لله هذا الشيء بنى بين ثقة بيننا وبين الجمهور أو الناس اللي بيتابعونا. يعرف إنه كنتوا ما بتجاملوا مطعم. بالضبط. أيوة. طب أبغى أعرف كيف بتشوفوا ذوق الناس في الأكل، أو كيف الناس عادة أصلاً بيختاروا مطاعمهم أو المكان اللي يروحوا يأكلوا فيه؟ الذوق في المطاعم بيختلف من شخص للتاني أكيد. ما في أحد بيتفقوا على مطعم معين. إحنا ممكن نشوف شيء غيرنا يشوف شيء تاني. الأغلب الناس بتعتمد في اختياراتها في المطاعم على اللي حيخرج عليها. أول حاجة على الميزانية، هم كم عندهم أو كم حيصرفوا على هذه الخرجة. فعلى هذا الأساس يصير عندهم لستة معينة من المطاعم، وبعدين يصير هم يشوفوا إيش يفضلوا كنوعية أكل أو ككوزين، يعني إيطالي ياباني صيني، هم إيش يفضلوا. فبيسكلي الذوق حقهم الشخصي بلس اللي هي الأسعار الموجودة حاليا في المطاعم. هذا اللي بتأثر على اختياراتهم. طيب إيش رأيكم؟ لأنه الأكل زي ما قلنا يعني هو علاقة مصيرية مع الإنسان. وكثير من الأكل يحسن المزاج، وكثير من الأكل يسبب السعادة، وبس نشوف الأكل مبسوطين وسعيدين. فاليوم معنا الأخصائية التغذية الأستاذة نسرين عبد الله، واللي راح تحكي لنا عن تأثير الأكل على الحالة المزاجية والنفسية. أهلا وسهلا فيك أستاذة نسرين. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أبغى أعرف إيش علاقة الأكل بالحالة النفسية والمزاجية على الإنسان، اشرحي لنا. طبعا هناك علاقة قوية بين الأكل والحالة المزاجية والنفسية للإنسان. مثلا في مادة السيروتونين اللي هي معروفة إنها بتعدل المزاج وبتخلي الإنسان يشعر بالسعادة، وهي اللي هي أغلب مضادات الاكتئاب بتعمل على زيادتها في الجسم وبالتالي تحسين المزاج. هي مادة أصلا متواجدة في غذائنا. البروتينات بأنواعها النباتية والحيوانية تعتبر مصدر من مصادر هذا المركب السيروتونين. وبالتالي إذا تناولناه بكمية كافية وبطريقة صحيحة في وجباتنا ممكن يساعد على رفع مستوى السيروتونين في الجسم. في المقابل كمان ان تناولنا السكريات او الكربوهيدرات برضو بيفرز هرمون الانسولين، وهرمون الانسولين من ميزاته انه بيساعد على انه السيروتونين يدخل بكميه اسرع وكميه كبيره لخلايا الدماغ، وبالتالي بيؤدي لتحسين المزاج. وطبعا هذا بيفسر ليش احنا بنلجا للسكريات او الحلويات عند يعني شعورنا باضطراب في مزاجنا او شعورنا بالضيق او بنكون تحت ضغط، بنرجع للحلويات والسكريات. طب أستاذة نسرين مين يقرر عادة إيش ناكل؟ يعني الجسم والعناصر اللي ذكرتها قبل شوية ولا حالتنا المزاجية؟ طبعا الاثنين لهم علاقة ببعض. يعني بعض أحيان بيكون احتياج جسمنا لشيء معين هو بيأثر على مزاجنا. خليني أشرح لك بصورة واضحة أكثر. مثلا زي لما بناكل سكريات مثلا في الفطور، اللي بيصير إنه بيرتفع طبعا عندنا السكر في الجسم، وبالتالي بيفرز هرمون الإنسولين عشان ينزل السكر عشان يساعد على نزول السكر. طبعا لما بينزل السكر فجأة بنحس
بتكون شعريم اول شيء بمزاج جيد، وفجأة بيتأثر مزاجنا بسبب انه شعرنا بالاجهاد او شعرنا بسقوط هذا السكر في الجسم، وبالتالي بنرجع ان احنا بندور على اي طريقه ان احنا نرجع بها هذا الشعور، فبالتالي بنروح ندور على اكل عالي في الكربوهيدرات او السكريات عشان نرجع هذا الشعور بالمزاج الجيد او بالشعور بالنشاط من غير ما احنا نحس. طبعا يعني احنا بنعمل ده شيء من غير ما احنا نحس انه انا بدات اشعر انه مودي مش كويس فارجع اكل حلا، صح؟ بالضبط، بصير بشكل تلقائي. بالضبط، هنا بندخل في مرحلة الإدمان أو مرحلة اللي احنا نسميها الكريفينغ أو اللي هي التوق الشديد أو الرغبة الشديدة في تناول السكريات أو النشويات، واحنا ما احنا عارفين السبب، ولكن هو السبب احتياج جسمنا، وبالتالي بيأثر في مزاجنا، كثرة ارتفاع السكر وانخفاضه في الدم أو كثرة إفراز الإنسولين وانخفاضه أيضا بتأثر على مزاجيتنا، لأنه الارتفاع والانخفاض هذا بيؤدي إلى المود سوينغ أو الاضطراب في المزاج. فهي علاقة عكسية، يعني نقدر نقول إنه علاقة متتالية، يعني هذا يؤدي إلى هذا، المزاج يؤدي إلى تناول رغبة شديدة في تناول بعض المأكلات والعكس صحيح. يعطيك ألف عافية أستاذة نسرين عبد الله، أخصائية تغذية، شكرا لك. أرجع لكم أروى ونورة، ونرجع لفين ناكل. أبغى أعرف منكم كيف ذائقة المتذوق السعودي في الأكل؟ ذائقة الشخص بشكل عام متغيرة حسب أكثر من عامل. أهم عامل طبعا هم إيش تعودوا على إيش، هم إيش كبروا، هم إيش بيأكلوا، إيش الأشياء اللي بالنسبة لهم غريبة وما يقدروا يأكلوها. في نفس الوقت الشيء اللي إحنا قلناه عن نفسنا، إنه إحنا ليش يعني كبرنا في الموضوع هذا، إنه إحنا نحب نجرب أكل. فهل الشخص هذا يحب يجرب أو لا، هذا ما راح يعتمد على ذوقه. إذا هو شخص تقليدي ما يحب يجرب أشياء جديدة، ما حيجرب أشياء مختلفة. إذا شخص يحب يجرب فذوقه حيتطور معه، حيصير بيجرب مطاعم كثيرة، أطباق مختلفة. بيعتمد على شخصيته هو كيف تعود أو كيف كبر. بتواصلوا معاكم الفولورز تبعونكم إنه مثلاً روح المطعم الفلاني يقولوا لي إيش رأيكم فيه؟ أيوة بيصير أيوة. كده بتصير طلبات كثير. في بعض الأحيان نروح مطعم عشان one of the followers نصحنا فيه، وبنكتب في نهاية التقييم إنه الفولور هذا هو اللي نصحنا بدا المطعم، ونكتب تقييمنا برضه بكل صراحة عن المطعم. طب لو جاء مطعم وعمل لكم دعوة إنكم تيجوا تاكلوا، فهل بتنزلوا التقييم برضه بشفافية كده؟ هي حصلت قبل كده، في مطاعم أرسلت لنا دعوة. إحنا نعتمد في تقييمنا على الصراحة، على إن إحنا نقول رأينا بكل صراحة، وفي نفس الوقت من غير ما نضر المطعم بأي طريقة. إحنا في النهاية مو هدفنا من الموضوع إنه نسوي سمعة مطاعم. احنا في المطاعم اللي تكون بعض الاحيان فيها اطباق غير مناسبه لنا بنكتب ان هذه غير مناسبه لنا، بس هذا مو يعني ان هي غير مناسبه لاشخاص اخرين كمان. ايوه، او ممكن انه انتم بهدف انه تطوير الخدمه، بهدف تطوير يعني احنا لنا، يعني انتم كانكم جهه رقابيه على المطاعم من ناحيه الذوق والطعم. يعني اذا يعني المفترض انه المطاعم، انا ما اعرف بس انه من خلال عملكم اكيد تعرفوا اكثر مني، بس انا اتوقع انه المطاعم المفروض ان هي تنبسط من هذه التعليقات، انه انتم بتمثلوا الراي العام. بالضبط، احنا بنكتب التقييم الرئيسي او اللي فيه انتقادات مضبوطه بنعطيه للمطعم، لكن التقييم للاشخاص او للناس بشكل عام اللي نحطه في حسابنا يكون زي ما نقول خفيف، وفي نفس الوقت ما بنمدح اشياء ما هي كويسه. ايوه، اهم شيء ما تمدح. بالضبط، احنا ما بنمدح اشياء ما هي كويسه، احنا بنمدح الاشياء الكويسه اللي جربناها في هذا المطعم. مع العلم انه احنا بنكتب في اطباق معينه بتكون ما عجبتنا او ما ناسبتنا، هذه بنكتب عليها ان هي ما ناسبتنا من غير اي دخول في تفاصيل. بس عند المطعم تكون في تقييم مفصل انه ايش ممكن يحسنه في الطبق معين، لانه غالبا يكون في اطباق كثير كويسه بس طبقين هم اللي فيهم مشكله. طب انتوا بتجيكم يعني دعوات برا جدة ولا فقط في جدة شغالين؟ لا، حاليا احنا المطاعم اللي بتتواصل معنا هي مطاعم في جدة. صار في شيء لما انا ونورا حصلوا رحنا اسطنبول، كاتبين يعني في كم بوست عن مطاعم في اسطنبول، بس هذا كان اجتهاد مننا عشان احنا كنا في اسطنبول وكنا يعني وسالنا وقت الفولورز انتم حابين انه احنا نعمل لكم بوستات اذا رحنا مطاعم في اسطنبول، فالاغلب كان متحمس، وخصوصا انه اسطنبول هي المكان الجديد اللي كل احد بيروحه حاليا. فصرنا نكتب عن المطاعم اللي رحناها هناك وعجبتنا، بس هذا طبعا مننا ما هو من تواصل منه، فحاليا في جدة بس. انتوا لكم كم بادئين هذا المشروع، مشروع في ناكل؟ تقريبا 10 شهور. تقريبا. طب انتوا ما شاء الله كل مالكم حتكبروا، وعادة الناس تحب تتابع حسابات من هذا النوع، فابغى اعرف المرحلة القادمة ايش حتعملوا؟
طبعا احنا اول حاجه موضوع كبر بالطريقه احنا ما كانت في بالنا لما بداناها. يعني احنا الحمد لله الاسابيع اللي فاتت وصلنا 10,000 فولورز، هذا ما كان عدد في بالنا ابدا. ففكره انه هو بيتطور وانه احنا بيصير عندنا فولورز كثير وناس اكشلي بتثق فينا، يعني ناس بيقولوا لنا احنا قبل ما نروح مطعم بنفتح نشوف اكونتكم، بيخلي عندنا شويه ثقه لانه احنا نبدا نفكر اوكي في الفيوتشر ايش حنسوي، بكره ايش حنسوي، ايش حنسوي شيء جديد يفيد الناس اللي بتقرا لنا. فلما وصلنا 10,000 كانت من الاشياء اللي احنا قررنا انه نزيدها انه يصير عندنا اكونت سناب شات، لانه اكثر من احد طلب مننا، بس كنا وقتها نحس انه احنا لسه ما احنا فولورز كثير انه نضيف هذا الموضوع. في نفس الوقت ضفنا شيء اسمه نجمه فنا، كل هذا اللي نعطيه لل توب مطعم اللي هو مو سهل انه احد مطعم ياخذه، هذا المطعم اللي جدا مميز حياخذه. وصار في كم تحسينات، فالاغلب انه مع تطور الوقت ومع زياده الفولورز اكيد حيكون هذا هدفنا، انه احنا بنستثمر في الاكونت حقنا ونبغاه يكبر، نبغاه يصير احسن ونبغاه نطور، واحنا عندنا افكار كثير بس لسه بنشوف وبنسال الناس نفسهم اللي بيقراوا لنا انه انتم ايش رايكم. وبعدين على فكره حسابات المطاعم هي حقيقي مرجع لاي احد يبغى يروح اي مطعم وفي اي مكان، يعني لو انت مثلا في اسطنبول حتروحي الحسابات اللي بتتكلم عن مطاعم اسطنبول، لو انت رايحه الرياض حتروحي المطاعم اللي بتتكلم عن مطاعم في الرياض، فعشان كده الدقه والامانه يعني واجبه في المطعم مزبوط. عشان سمعه الحساب نفسه مزبوط. ابغى اسالكم سؤال الاخير نوره. بالضبط نوره، ابغى اعرف بعد الفتره دي ايش حتعملوا؟ قلتي لي احنا كنا مخططين في عندنا كم بزنس ايديا بس لسه ما محورناها بشكل جيد، بس ان شاء الله باذن الله احنا نفكر قد ما نقدر انه ناخذ من الموضوع، نكبر الموضوع ونخلي فيه دخل يدخل لنا احنا وفي نفس الوقت فائده اكبر للناس اللي يتابعونا. قد ما نقدر في النهايه احنا كل اللي سويناه كان عشانهم. فاتمنى انه الافكار الجديده اللي حتصير في المستقبل تنبسط منها، بحيث انه حتى الزيادات اللي احنا حنزيدها وانه يكون لنا دخل بس ما ياثر على فكره انه احنا في النهايه حرين احنا ايش حنكتب. بالضبط. ما في مطعم ممكن يقول لنا انه لا انتم لازم يكون تقييمكم ايجابي، لانه الهدف الاساسي من الاكونت حقنا كان انه نعمل تقييم صادق. طب سؤال بشكل سريع، ايش الطبق اللي السعوديين يحبوه عاده؟ اكثر طبق لاحظتيه؟ يحبوا الاطباق العامه اكثر من المطاعم الفخمه او يبغوا الشعبي، يحبوا الشعبي ويحبوا الاشياء الاسعار المقبوله يعني اكثر من المبالغ فيه. جميل، يعطيكم الف عافيه. أروى بكر ونوره بن مساعد مؤسسات حساب فين ناكل على انستغرام. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي لازالت مستمره لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، كيفية تحديد الميول المهنية في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس مستشارة التنمية الاقتصادية. السلام عليكم. التعليم الجامعي بيتشابه في مجال توسيع مدارك الشخص ووعيه، لكن التخصص بيدعم مستقبل الشخص وبيوسع دخله المادي وعلاقته بالمجتمع. كل ما الإنسان اختار ميوله الصحيحة في الدراسة ثم العمل، كل ما أطلق داخله طاقة حتساعده على النجاح. موضوعنا اليوم عن تحديد الميول المهنية في سيدتي إن بزنس، معايا أنا ولا نحاس. أنا رفيف عبد العزيز أبو الحمائل، أخصائية نفسية تربوية للأطفال. قراري التخصص الدراسي والوظيفة من أهم القرارات المصيرية في حياة كل مني، لأنها بتشكل مستقبلنا المهني ونجاحنا الوظيفي. لكن مع الأسف اتخاذنا البعض هذه القرارات أحياناً بيرتبط باختيارات أشخاص حوالينا، الأهل، الأصدقاء أو حتى المدرسة.
واحنا احيانا بنتبع اقتراحاتهم بدون وعي بانه خيار اليوم بالتاكيد سيؤثر على مستقبلنا بكره. كيف؟ حتخرج من قسم يمكن ما اكون مبدعه فيه، حتوظف في وظيفه وارد جدا اني ما احبها، ممكن اوقف عند سلم وظيفي معين، وممكن افضل انتقل بين مجالات بعيده عن تخصصي الى ان اكتشف ميولي وابدا في استثماره. مهارات الطالب وميوله هي اول واهم معيار بيعتمد عليه الشاب او الفتاه في اختيار الميول المهنيه. انا مؤمنه بانه اكتشاف الميول المهنيه تبدا مسؤوليته من الاهل في متابعه ابنائهم منذ الصغر من خلال اكتشاف هواياتهم وتنميتها، وتتطور بعد كده بمساعدة المدرسة في تطوير ميول الطالب، وبتتبلور بشكل كامل من خلال اختياره للتخصص الجامعي ومن ثم الوظيفة المناسبة. ضيفتنا اليوم رفيف أبو الحمايل، اكتشفت ميولها من وقت مبكر لكنها مرت بتحديات كثيرة كان ممكن تشددها، بداية من التخصص في المدرسة علمي ولا أدبي، مرورا بالتخصص في الجامعة عربي ولا علم نفس، ونهاية بالوظيفة موظفة خدمة عملاء في بنك ولا أخصائية اجتماعية. لكنها نجحت في شق طريقها بنجاح، ونجحت في التطور في مهنتها اللي اختارتها بحب. خلونا نسمع قصتها سوا. وأنا 12 سنة كنت أحب القراءة، كان عندنا مكتبة في البيت، فكنت دائما أطمع أن يكون لي كده جزء خاص في المكتبة، فكنت أروح مثلا المكتبة وأشتري كتب. ماما وبابا كان برضو عندهم مرة كتب كتير، فده الشيء برضو حمسني اني انا اقرا. طبعا الطفل اللي يعني يعرف يقرا لابد حتلاقي اثر ذلك على كتابه. فكنت اشترك دائما في مسابقات التعبير، والحمد لله مرتين حصلت على المركز الاول على مستوى جده في مسابقه ثقافيه كتابيه. ومن طبيعتي ومن صغري احب الحوار، احب اتكلم واخذ واعطي، فدائما بابا كان يجلس كده معايا و يحاول يجادلني في نقطة وأحاول أثبت له النقطة. من 6 سنوات يبدأ الطفل يصير يميل لأشياء معينة وما يميل لأشياء معينة، تلقي يبان من الطفل. طبعا في الخارج عندهم من مرحلة الدراسة يبدأوا يعملوا لهم طبعا مو اختبارات، قياس سلوك. في أطفال تلقيهم منعزلين شوية، في أطفال اجتماعيين، في أطفال تلقي عندهم الرغبة في مثلا في الدراسة، أطفال لا. يبدأ تطح عندي العلامات الأولى ابتداء من ست سنوات. هذه بالنسبة لطبيعة الشخصية والأمور هذه كلها. بس أوصل إلى سن 12 سنة تبدأ عندي القدرات، تبدأ تبان القدرات بشكل أكبر. فهنا لما تبدأ تبان عندي القدرات أبدأ أعرف أنا هل عندي قدرة في ذا المجال ولا في ذا المجال أو في ذا المجال، وبيساعدني. في فترة الثانوي زي أي بنت في أولى ثانوي لازم تحدد مسارها العلمي والأدبي. كتبت في ورقة الميول إني أبغى أدخل أدبي. زهمتني المديرة قالت لي معلش يا بنتي بس علاماتي كلها في العلمي عالية، فأظنك غلطانة يعني. قلت لها أبدا، وإنتي عارفة أني أنا مرة أحب الكتابة وأحب القراءة. حاولت تضغط علي أنه لا حتتميزي في العلمي بسبب علاماتك وكذا. حاولت أني أصر برأيي أني إطلاقا ما يعني أدخل علمي عشان خاطر علاماتي. دخلت أدبي، وكانت هو طبعا دخولي للأدبي هي بداية الطريق على تعرفي للتخصص، لأنه كنا ندرس علم نفس وعلم اجتماع. سن 18 سنة مفروض تشكلت وخلصت. فإحنا المشكلة الرئيسية أنه إحنا لما نيجي نوصل لتالتة ثانوي ونيجي نقول في سن 18 سنة يلا الآن ترايح على جامعة حتختار، لا، مفروض الموضوع يبدأ أقل شيء من سن 15 سنة. هذا أقل شيء يعني ممكن يعملوا الأهل أو يعملوا الشاب والفتاة نفسه، أنه هو في سن 15 سنة يبدأ يحط المعلومات اللي عنده عن نفسه وعن الأشياء الموجودة عنده، ويبدأ يوزن بأسئلة مختلفة عن نفسه ويبدأ يعرف هو مين. فضل مدرستي العظيمة يعني دار التربية الحديثة ومدرساتها الأفاضل كان له صراحة دور مرة كبير، إنه كانوا بيوضحوا لنا إيش التخصصات واللي هو يوم المهنة ومدرسة اللغة علم النفس والاجتماعيات. كانت بتوضح لنا دائما قد ما تقدر انه ايش هو التخصص. يعني خرجت عن كونها فقط معلمه موصله للمعلومه لانها تعرفك ايش هو التخصص اصلا. اهميه توعيه الطلاب من مقاعد الثانويه مو الجامعه. الجامعه انا اعتبرها مرحله متاخره. من مقاعد الثانويه باهميه اني انا اختار تخصصي
الجامعي ومجالي العملي بشكل صحيح. والدتي الله يديها العافية كان تخصصها عبارة عن لغة عربية وعلم نفس، درسته لكنها في الأخير خلاص توجهت لمجال اللغة العربية، بس منها طبعا ما أنكر طبعا فضلها جدا علي كبير، إنها أثرت في قراءاتي واهتماماتي بالكتابة والحوار. والدي أكاديمي، تخصصه رياضيات، أسمع جوة نفسه إنه لم يكن مقتنع 100% بالتخصص، دائما كنت أحاول إني أنا لا أقنعه وأتحاور معه يعني أتجادل إنه لا ترى التخصص والله يا بابا interesting. طبعا بالنسبة لاختياري للتخصص كان جدا كده مبني على إني أنا يعني ماشي ورا حدسي، ورا ما أحب فقط لا غير، لأنه حتى ولا صديقة من صحبات المدرسة دخلت معايا علم نفس، فكنت يعني بلا صديقة في التخصص. قرار اختيار التخصص المناسب أو المجال العملي، لقينا أنه عندنا 4 عوامل رئيسية بتأثر عليها. العامل رقم 1 الأهل، ولما أجي أنا أتكلم عن الأهل بأتكلم عن أنه ضغوطات الأهل، بأنه سواء كان الأب مثلا طبيب يبغى ولده يصير طبيب، الأم مدرسة تبغى بنتها تصير مدرسة، أو العكس يكون الأب كان نفسه يكون طبيب ما يقدر يكون طبيب فيبغى يشوف واحد من أولاده طبيب، فإلا يبغى أحد من أولاده يدخل الطب سواء كان مناسب له أو لا. هذا بالنسبة للأهل. التحدي الثاني اللي موجود عندي اللي هو الأصدقاء، ثاني عامل يأثر على اختيار التخصص هم الأصدقاء. استغربنا لقينا أنه مجموعة من الأصدقاء اللي يكونوا درسوا مع بعض خاصة مرحلة المتوسطة وراحوا الثانوية مع بعض غالبا ما يدخلوا تخصصات مع بعض. التحدي الثالث اللي هو الرغبة في أني أنا أحقق ذاتي. أحيانا أنا أنظر لنفسي أني أنا أكون ممكن في مكان وهو حقيقة ما هو مكان مناسب لي، مثلا أنا أشوف نفسي أني أنا حكون CEO شركة كبيرة وأنا هذا حلمي وهذا الشيء اللي أبغاه، فتلقيني ممكن أمشي في طريق وهو مو مناسب لي تماما، لا أني أنا أدرس إدارة ولا أني أدخل هذه التخصصات، فبالتالي تأثر على العنصر الرابع والرئيسي اللي موجود عندي برضو اللي هو المجموع أو القدرات. سواء يعني أنا تخرجت الجامعة بمعدل يدخلني هذه التخصصات أو ما تدخلني، أو نتاج اختبارات القدرات. هذا طبعا يعني سيستم أو نظام ساري في كل العالم، لكن برضو تعتبر من أبرز 4 عوامل تأثر في الاختيار. قبل الدخول كان في يوم تعريفي بكل التخصصات، حقة الآداب، حقة الاقتصاد والإدارة، كنت بأسمع وبحاول أسمع إيش تكوني بعد ما تتخصصي علم نفس. لاقي الأوبشنز مرة قليل، وأعترف إنها كانت قليل، عبارة عن مدرسة، عبارة عن أو محاضرة في الجامعة بس. قلت في نفسي لابد مو بس هذه الاثنين، لا أكيد في اختيار ثالث أو اختيار ثالث ورابع وخامس. الصراحة تخصص اللغة العربية كان في دمي يعني، لكن حسيت إني حأكون فعلا محدودة لو دخلت اللغة العربية، مع رغم حبي للكتابة والقراءة، فحسيت اني لما ادخل علم نفس واقدر اعبر عن نفسي بالكتابه. يعني لسه حستخدم الكتابه، حخليها كاداه لي. طالب كانت ميوله مختلفه عن الشيء اللي هو يجيب له عائد مادي كويس، في له حلول هذا الموضوع. الحل الاول انه هو يحاول انه هو يتعلم اشياء جديده، طيب تدي مهارة. طبعا هو أكيد كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه فيه عنده مجموعة من المهارات، فيحاول أنه يتعلم أشياء تساعده على أنه هو يدخل في الاحتياجات الرئيسية لسوق العمل أو الاحتياجات اللي ممكن تدور عليه ربح. وطبعا أنا ما زلت يعني مستخدم الكتابة، وإلى يومك هذا في شغلي بأكتب النوتات، بأكتب برضو في مجلات بعض المواضيع اللي تهم المجتمع عن موضوع عن علم النفس والاستشارة النفسية. طبعا تعرف انه هو موضوع جدا يشغل الأهالي ويشغل التربويين. في عنده طريقة ثانية، وهذه لقيناها في كثير من السمول بزنسز حق الانتربرنورز، انه هو يضيف فكرة غريبة جديدة على الحرفة او المهنة اللي موجودة عنده ويطلعها بشكل جديد ويعمل لها ماركتينج بشكل صحيح، ما يكلف التكاليف عالية، بالتالي يخرج فيها بنجاح كبير جدا. برغم حديثنا عن أهمية تحديد الميول المهنية مبكرا، إلا أنه في كثير من القصص الناجحة لأشخاص أبدعوا في مجال مختلف عن مجال دراستهم الجامعية، وبالتالي قدروا يكتشفوا ميولهم وهواياتهم حتى وإن كانت بعيدة عن تخصصاتهم. في المقابل
في قصص لأشخاص قدروا يستثمروا في مجال دراستهم اللي ما يتوافق أحياناً مع ميولهم، لأن السوق فتح لهم مجال يستثمروا في اللي تعلموا من خلال الابتكار والتطوير. نشوفكم بعد الفاصل. اختيار تخصصك الدراسي بيعتمد على أكثر من عامل. هوايتك، لأنها حتحول الدراسة المتعة وحتضمن لك الإبداع وشغف التعلم والاستمتاع بالعمل. فهمك لأبعاد التخصص اللي ممكن تختاريه والفرص المتاحة من خلاله بعد التخرج، وده ممكن تكسبيه من خلال احتكاكك بالخبراء في المجال، حضورك دورات أو ورش عمل. ثالث شيء، ممارستك كمتطوعة في المجال لاكتشاف نفسك وقدراتك. خلونا نكمل مع رفيف ونسمع قصتها مع اختيار تخصصها وإلى أي مدى أثر على نجاحها مهنيا. كلنا نعرف أنه يعني مجال علم النفس هنا في السعودية مجال نقدر نقول عليه ناس بتلبس نظارة سوداء وكذا، بتحاول يعني تبعد وشها عنه، وأنه مجال غير معترف فيه، مو ظاهر للشمس قد التخصصات الأخرى. لكني أنا كنت جدا مؤمنة أني إن شاء الله حألاقي الوظيفة وحلاقي الكارير حقي بشكل أو بآخر، وكنت متأكدة أنه الوعي حيزيد في السعودية بحيث أنه إحنا يعني بحيث أنه نقدر نمارس هذه المهنة. يعني لابد الاحتياج حيجي. أبدأ أنا أختار الشيء اللي يكون مناسب لاحتياج سوق العمل. حتيجي وتقولي لي مثلا طب أنا كيف أعرف احتياجات سوق العمل؟ من فين أقدر أعرفها؟ اليوم صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة اللي هو الـ HRDF في موقعه خصص مجموعة من الاختبارات، خصص مجموعة من الدراسات، هذه حتحدد لك أنا التجار عموما إيش اللي يحتاجوه من تخصصات وإيش أعلى وظائف عليها طلب. من الأشياء اللي ساعدتني أني أنا أختار تخصصي وأثق فيه أكثر وأكثر، حضوري طبعا للمحاضرات اللي كانت مثلا في جامعة الملك عبد العزيز أو أول دورات مثلا محاضرات دكتور ميسرة طاهر أو دورات عن مهارات التواصل، اهتمامي وشغفي أني أنا دائما أكون محاطة بالخبراء كان بيقويني أكثر ويزيد إيماني بالتخصص. إحنا في مجموعة أثراء استشارية بنقدم اختبارات CYM اللي هو Choose Your Major، اشتغلنا عليها 6 سنوات، 4 سنوات مع أكبر 3 جهات عالمية سواء هولند، غارنرز، مايرز، وأمناها بطريقة أنها تكون مناسبة للبيئة السعودية. هذه ممكن يختبرها الطالب أونلاين ويخرج منها، لكن عموما لو الطالب توفرت له أي اختبار يكون منتبه جدا أنه هذا الاختبار يكون معتمد من مايرز مورغان أو يكون ضمن منظومة نظرية اللي هي الاختيارات المتعددة للمهن. أنا مؤمنة تماما أنه في بعض التخصصات الأدبية ما ينفع بس تكون في الكتب، لازم تخرج من إطار مجلد الكتاب وتمارس، فكان منها علم النفس. دورت صراحة وقدمت أنا بنفسي على مراكز في جدة، مثلا منها جمعية الأطفال المعاقين، منها مركز العون، وكان مركز العون جدا مرحب، كنت عندهم متدربة، قعدت فترة تدريب ما كانت مفروضة علي بس أنا فرضتها على نفسي على أساس أعرف التخصص أكثر وأختبر نفسي في المجال. حتى لو تخرجنا الجامعة وبعد كده عرفت أنه ميولي غير الميول اللي في الجامعة، أنا اختصرت على نفسي سنوات برضو من العناء في وظيفة، فيبقى عندي أبواب التدريب أني أنا أبدأ أدخل في المجال اللي مثلا طلع مناسب لي وأبدأ أتدرب فيه وأبدأ أحاول أكتسب الخبرة فيه واشتغل فيه. ما يعتبر أنه هو too late، خاصة أنه إحنا يعني لو نتكلم على واقع فعلي ترى كثير من الشركات يكفي أنه أنت عندك شهادة جامعية، بعد كده يهمها مهاراتك وقدراتك وميولك، فبالتالي الشهادة أنت موجودة عندك فتقدر تمشي على أساسها. بعد ما تخرجت من البكالوريوس طبعا لأني الحمد لله دربت في مركز العون، فالحمد لله يعني على طول لما قدمت لقيت لي فرصة وظيفة هناك، فاشتغلت عندهم في الخدمة الاجتماعية، وفي نفس الوقت كان واحد من قرايبي يشتغل في البنك فمقدم لي فرصة أني أنا أشتغل في البنك. حقيقة كان الراتب في البنك دبل حق مركز العون ويمكن أكتر إذا يعني ما خاب ظني.
صراحة على طول حاورت نفسي وقلت يعني أكون في متخصص أنا أحبه بس دخله يعني هو مو مرة قليل بس نوعا ما متوسط، ولا أكون في مجال عمل أنا بعمل وظائف كأني يعني مكينة أو بعمل بس كده الوظيفة بشكل روتيني ويوم يعني خاص كل يوم يشبه اليوم اللي قبله بس إنه بيدخل لي الدخل الكبير. فخيرت نفسي لقيت نفسي إطلاقا رافضة إني أنا أكون في وظيفة أنا ما أحبها بس عشان دخلها أكبر. كنت جدا قلقانة إنه تخصص طبعا ما يجيب لي فلوس قد ما المفروض، لكن الحمد لله حاولت إني أوسع مداركي إنه لو كملتي ماجستير الدرجة العلمية حقتك حتكون غير وأعلى، طبيعي حيكون الدخل غير. لو كملتي دكتوراه طبيعي الدرجة العلمية حقتك حترتفع وحتاخدي دخل أكبر. فحاولت إني يعني أقوي نفسي من دي النقطة، والحمد لله اليوم أنا ماني ندمانة إطلاقا لأنه أهو الحمد لله يعني أخذت الماجستير وفعلا يعني راتبي الحمد لله يمكن أضعاف أضعاف راتبي حق البكالوريوس. ضمن الأشياء اللي بتأثر على اختياري برضو على مجالي أو وظيفتي اللي هو كم العائد المادي اللي حيرجع من هذه الوظيفة عليها. فأحد من الأهل اللي خلى ألزم ولده أن يدرس أول 3 سنوات طب، بعد كده الولد ما قدر يستمر خرج من الطب ودخل HR اللي هي موارد بشرية. اليوم راتبه ما يعادل 160 ألف ريال في الشهر، بالمقابل اللي الطبيب فيه ما ياخذ أكثر من 25 ألف ريال في الشهر. فهي المعادلة أني أعرف إيش أبغى وإيش قدراتي، وبعد كده يا ترى إيش في فرص في السوق. وتليها كمان حاجة دائما أقولها، لا تبقى في مكانك، طور نفسك في المكان اللي أنت تشتغل فيه. فترة الماجستير كانت عندي من شروطها ومن متطلبات التخرج فترة تدريب تقارب السنة والنصف. أنا كنت شايفة إنه التدريب هو اللي حيسقلني أكتر للوظيفة لما أرجع بعدين. لما الطالب عندي يعرف يختار المجال المناسب اللي يدرس فيه ويتمكن فيه من ناحية النوهاو اللي هو المعلومات أو التدريب أوكي المناسب، هذا الشيء يخليه لما يجي يتخرج يبدأ يشتغل في مسارات مناسبة له. أوكي كيف يعني ده الكلام؟ يعني أنا مثلا لو جيت درست محاسبة وأنا أحب المحاسبة وعرفت أنه اختياري لتخصص المحاسبة من قبل ما أبدأ أدرس ده التخصص هو عليه احتياج في سوق العمل، فبالتالي أنا ساهمت في تنمية اقتصاد بعد تخرجي. كيف؟ لأنه كل طالب لا يعمل عن كل سنة يكلف الدولة بما يقارب 10,000 ريال عن كل سنة يقضيها في خارج إطار العمل، لكن بالمقابل كل سنة أنا أبدأ أشتغل فيها في وظائف تكون مناسبة لي أنا بدعم الاقتصاد، بدعم ابتداء بالمشاريع الصغيرة الآن اللي صار فيه لها نيد لمجموعة من التخصصات اللي مهمة. الشيء التالي أنا حألقى نفسي وبالتالي حبدأ أبدع وحبدأ أنتج، وهذا الشيء جدا مهم. الشيء الرابع حبدأ أطور نفسي فيه. الشيء الخامس حنقلل من استقطاب العمالة الخارجية اللي من خارج المملكة، خاصة إذا كان في وعي من مقاعد الدراسة ما هو المستقبل. طبعا النجاح رحلة تقودها الرغبة والإصرار والإلحاح، فالحمد لله لأني كنت جدا مصرة على تخصصي فما كنت في أي لحظة أو أخرى مشتتة ذهني أني أنا أكون في تخصص أو تخصص تاني. كنت جدا واضحة أني أنا من بعد علم النفس حكون في الاستشارة النفسية، لا الاستشارة النفسية لا، طب أنا حكون في الأطفال. فكنت الحمد لله رب العالمين بفضل الله موجهة إني أنا فين حتخصص. فالواحد يكون موجه ويحاول يرسم خطته. الناس اللي نجحت ومن قصص الناس العظماء لقينا إنهم هم ناس يمتلكوا مهارات كتير لكن تخصصوا في مجال معين، هذا الشيء اللي خلاهم يوصلوا للتميز. طبعا القاعدة عندنا تقول الشخص الممارس 10,000 ساعة في مجال معين هو شخص خبير، يعني معناته وصل للتوب. فأنا كل ما أضيع وأهدر الوقت هذه والساعات في أني أنا أخذ أشياء كثير أنا ما حأوصل للتميز في أي مجال من المجالات هذه، ولا حأوصل لدرجة أني أنا أكون مثلا خبير في ذا المجال وأتقنه بشكل يعني متميز. وهذه مشكلة الشباب اليوم، يعني لو رجعنا لقصص كثيرة من اللي تميزوا، أنا عشان عندي مجموعة من المهارات وركزتها في مجال معين وصلت فيها للقمة. كل أب وأم مسؤولين عن اكتشاف مهارات وميول أطفالهم منذ الصغر،
من خلال توفير كل الظروف والأدوات اللي ممكن بيها تساعدهم في تحديد هواياتهم ومن ثم تطويرها. والحمد لله زادت ثقافة مدارسنا اليوم في مجال تطوير الميول للأطفال من سن صغيرة وتنبيه الأب والأم لها. كل طالب في المقابل مسؤول عن اكتشاف ميوله، وفي أكثر من طريقة، منها التطوع لاكتساب الخبرة في المجال، منها ملازمة المبدعين أو القراءة والاطلاع، أو حتى عن طريق اختبارات تحديد الميول. بمعنى آخر يستطيع تطوير هوايته وربطها بمستقبله. وحتى اللي اختاروا تخصص مخالف لميولهم أو ما له سوق، الإبداع غير مرتبط بدراسة، أنتي صانعة الإبداع. فتشي عن مجال الاستثمار الوارد والفرص الموجودة في دراستك أو حتى في ميولك واستغليها. اختبارات تحديد الميول والاحتكاك بالخبراء وحضور برامج وورش عمل أدوات ستساعدك بالتأكيد على الاختيار الصحيح للتخصص. يظل التعليم الجامعي فرصة للاكتشاف وتنمية المهارات والتوسع في مجال من مجالات الحياة، لكنه ليس بالضرورة مسار يحدد حياتنا ومستقبلنا المهني. لا يوجد تخصص صعب وتخصص سهل، التخصص الصعب هو الذي لا يناسب ميولك، والتخصص السهل هو الذي تحبه. كل مهنة تتطلب مهارة معينة، معرفة ميولك للمهارات التي تميل إليها أكثر سيساعدك في ممارسة المهنة التي تحبها. لكل الراغبين في اكتشاف ميولهم المهنية والوظيفية، حنوفر لكم اختبار تحديد الميول المهنية من خلال حساباتنا على السوشيال ميديا. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم في الحلقة القادمة على خير في سيدتي إن بيزنس مع ولاء نحاس. Thank you.